ننتقل إلى قصة أخرى. فوسط أمال بتحقيق سيطرة كاملة، تمكنت فرق الإطفاء في الجزائر من احتواء حرائق استعرت في غابات البلاد، واجتاحت حرائق الغابات مناطق شاسعة من البلاد، فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، من بينهم 10 جنود، كما تسببت في إصابة 320 آخرين، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم. معنا من مدينة بجاية في شمال شرق الجزائر مراسلتنا ناهد زرواطي. ناهد، يبدو بأن الحرائق تمت السيطرة عليها، هل الأمر يمكن القول بأنه تم بشكل كامل السيطرة على ذلك؟ فضيلة، إلى حد ما في المدينة التي أتواجد بها وبالتحديد هنا على مستوى منطقة ودس، هذه المنطقة التي شهدت أثقل حصيلة هنا على مستوى بجاية، ربما الصورة هنا تعبر أكثر من الحديث. كما ترين أنا أتواجد وسط الرباد، كل هذه الغابات تم يعني إتلافها من قبل النيران التي التهمت الأخضر واليابس. هنا ودس، هذه المنطقة التي أتواجد بها على مستوى مدينة بجاية، هي التي توفي فيها العشر جنود، العشر عساكر جزائريين، وهي التي كانت بها الحصيلة الأثقل من حيث عدد الوفيات. كما ترين الجبال كلها محترقة، هنالك منازل موجودة هنا ما بين هذه الجبال، وهو ربما ما أثقل هذه الحصيلة بحكم أن السكان هنا يقتاتون من الزراعة أو من تربية المواشي، فوجودهم داخل هذه الأحراش هو ما ساهم في ارتفاع وثقل هذه الحصيلة من الوفيات. أيضا فضيلة، العمل على قدم وساق لإعادة كوابل الكهرباء، لا ننسى أنه أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية عن قطع الآلاف من قطع الكهرباء عن آلاف المنازل، آلاف المنازل بعد تضرر الكوابل الكهربائية جراء هذه الحرائق على مستوى 16 منطقة جزائرية. اليوم العمل على قدم وساق لإعادة الكوابل وإصلاحها واستبدالها بكوابل جيدة عوض تلك الكوابل المتضررة. الصورة التي وقفنا عليها مأساوية هنا بمنطقة وداس، لعائلات متضررة تبيت في العراء اليوم فضيلة، ولا تمتلك مأوى لها، خيم العزاء عوض أن تنصب، يطلب هؤلاء أسقف تأويهم مثلما تعد السلطات بتعويضهم. ولا ننسى أخيرا أن هنالك لجان تخرج للقيام بمسح والوقوف عن المتضررين الذين ينتظرون وعود هذه السلطات في تعويضهم وإيجاد منازل بديلة لهم. شكرا لك نهد زرواطي من ضواحي مدينة بجاية، شكرا.